الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. الفطر الأسود يمتد شمالا، أول وفاة بسليمانية، والأنبار تنفي ظهوره، والحكومة تخير الموظفين، إما الفحص أو اللقاح. استنزاف صندوق الإعمار يعرقل عودة النازحين، وأوساط سياسية تؤشر تصاعدا باستغلال أموال الدولة انتخابيا. أبواب الاستبعاد من الانتخابات تفتح ثانية، وتأكيدات على خروج وجبات كبيرة من المرشحين قريبا. البداية من مستجدات المشهد الصحي، حيث أعلنت محافظة السليمانية عن وفاة رجل في العقد الثامن من عمره بعد ظهور أعراض الفطر الأسود عليه بحسب ما أعلنته دائرة صحة المحافظة. وقال المقرر الصحفي لمدير عام صحة السليمانية عبد الله كوران إن رجلا مقيما في محافظة السليمانية يبلغ من العمر 78 عاما كان راقدا في المستشفى منذ أسبوعين بسبب أعراض كورونا، إضافة إلى وضعه الصحي من السكر والقلب، وظهرت عليه أعراض الفطر الأسود في مناطق من جسمه بالجلد والعين، لافتا إلى أن الرجل توفي اليوم بسبب ضعف المناعة لديه. في ذات السياق، نفت دائرة صحة الأنبار خبرا تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بتسجيل حالة وفاة ثانية بمرض الفطر الأسود في محافظة الأنبار، وبتسجيل ثلاث حالات اشتباه أخرى بنفس المرض. وأكدت الدائرة على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وهي إعلام دائرة صحة الأنبار، وإن تداول هكذا أخبار تثير الذعر بين صفوف الموظفين والمواطنين بشكل عام. الدائرة تؤكد على ضرورة الإسراع إلى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم أقضية المحافظة، وهو الحل الوحيد للخلاص من فيروس كورونا. بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة بشأن الفطر الأسود، فضلا عن الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية، مبينة أنه مرض غير معدن ولا ينتقل من شخص لآخر أو من الحيوانات إلى الإنسان. وأوضح بيان لمديرية الدفاع أن الفطريات المسببة لمرض الفطر الأسود ليست ضارة لمعظم الناس، لكنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة بين أولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، مضيفا أن الأعراض تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم، ويمكن أن تشمل تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء. من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم أن الحكومة قررت إلزام الموظفين بإجراء تحليل البي سي آر بشكل أسبوعي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو جلب الكارت الخاص بتلقي جرعات اللقاح في وقت دعت فيه جميع الموظفين إلى ضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. اليوم صوت مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تتعلق بالصحة والسلامة، وناقشنا حتى مسألة الدوام، هل يبقى 50% أم نتقدم خطوة فيه إلى الدوام الكلي 100%، لكن استقر الرأي على إبقاء 50% من الدوام الرسمي للموظفين، مع إلزام الموظفين بجلب فحص سالب PCR كل أسبوع، أو أن يذهبوا إلى اللقاحات ويجلبوا كارت اللقاح كدليل وشهادة على أنهم أخذوا اللقاحات. هذه المسألة لم نعد نستطيع التسامح معها فيما يتعلق بأخذ الموظفين. الموظفون هم داخل سلطة الدولة العراقية، وحينما يكون هناك توجيه بأخذ اللقاحات يجب أن يأخذ اللقاحات. هناك تدابير جديدة في الحكومة وفي الوزارات في أن تجبر الموظف.
وكانت محافظة ذي قار قد سجلت حالتي وفاة بمرض عفن الفطر الأسود وأربع إصابات جديدة، فيما تؤكد الجهات المختصة أن لا علاقة بين الفطر الأسود وجائحة كورونا. تفاصيل وفاة في سياق هذا التقرير. ذي قار تسجل أول إصابة في العراق بمرض الفطر الأسود، حيث أعلنت دائرة صحة ذي قار تسجيلها حالة وفاة لرجل أربعيني بعد إصابته بكورونا، وتعتبر حالة الوفاة هي الثانية من نوعها تسجلها المحافظة، والتي كانت الأولى منها لأحد الأطباء وتوفى في وقت سابق، فيما أشارت إلى وجود أربع إصابات بمرض الفطر الأسود في المحافظة تم تشخيصها وتم حجرها في مركز الحجر في ذي قار. للأسف ذي قار سجلت حالتين وفاة بهذا المرض، حالة قبل 3 أيام وحالة أخرى قبل عدة شهور، وكذلك سجلنا 4 حالات ما زالوا متواجدين في مراكز العزل لدينا وحالتهم مستقرة، وكذلك نهيب المواطنين الكرام بضرورة عدم التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية. الفطر العفني أو الفطر الغشائي المخاطي أو الفطر الأسود، وهو عدوى نادرة جدا تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنبات والفواكه والخضروات المتحللة، ويؤثر الفطر العفني على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديدة مثل مرضى السرطان، لكنه لا ينتقل بين البشر بشكل مباشر. الفطر الأسود هو من الأمراض النادرة ولا تصيب الأشخاص الطبيعيين، وإنما تصيب الأشخاص الذين يعانون من هبوط في حالة مناعة الجسم. تبين في الأيام الأخيرة بأنه أحد مضاعفات مرض كوفيد-19 وعلاجه، فيما طالب مختصون باتخاذ أقصى التدابير اللازمة لمنع انتشار مرض الفطر الأسود بعد تسجيل حالات في ذي قار بسبب عدم وجود نظام صحي قادر على مواجهته، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة. ينضم إلينا أخصائي الأمراض الميكروبية والمناعة الأستاذ الدكتور هشام بايزيد. دكتور هشام مرحبا بك. يعني الفطر الأسود أو عفن الفطر الأسود، يعني يقول الناس بأنه ظهر بشكل مفاجئ بينما هو حسب المعلومات ليس بالجديد. كيف يصيب هذا المرض الإنسان وكيف وصل إلى العراق؟ نعم، شكرا على الاستضافة. الفطر الأسود هي من عائلة أو الفطريات هي من عائلة العفنيات، وهذه تنتشر بصورة كبيرة في المناطق الرطبة وفي وجود حالات تلوث للتربة والأسمدة والخضروات والفاكهة المتحللة، وهذه الفطريات تنتشر عن طريق ما نسميها بالسبورات البوغات، حيث تتطاير في الهواء ويتم استنشاقها من قبل جميع الناس، موجودة في جميع الأحوال وخاصة في الحالات في الأحوال الجوية الرطبة، وخلال استنشاقها قد تصيبه إما إصابات بالجيوب الأنفية أو قد تصيبه إصابات بالرئتين أو قد تكون ملامسة للعين وتصيبه إصابات العين أو الجلد. ومن أهم العلامات الأولية لهذه الإصابة هي الحمى المرتفعة والسعال الشديد وضيق في التنفس واحمرار الوجهين وتورم الوجهين واعتلال في النظر، وهذه عبارة تعتمد على المنطقة التي تصاب بها. هذه العفنيات هي عبارة من أنواع الفطريات اللي نسميها الأوبورتونيستيك الانتهازية، حيث إنها لا تصيب جميع أنواع البشر إذا تلامسها، لكنها لا تظهر أعراضها على الناس العاديين الذين لديهم مناعة قوية ولم يعانون من أمراض مزمنة قد تؤدي إلى قلة مناعتهم. ظهورها الآن بعد مرور سنة ونصف منذ جائحة كورونا، وخاصة حيث بدأت الأخبار بتسجيل أكثر من 10,000 حالة في الهند، هذه كانت تحزى إلى الانتشار الواسع للوباء في الهند وانهيار النظام الصحي
وعدم إمكانية المستشفيات من استقبال المصابين، فلذلك تم معالجة آلاف الحالات خارج المستشفى، حيث تلوثت أقنية الأكسجين وأنظمة الأكسجين والماء المستعمل للأكسجين. السؤال الذي يشغل بال الناس دكتور هو لو أصيب أحد ما بهذا الفطر الأسود، هل إمكانية شفائه تزيد أم تنقص؟ يعني الناس متخوفة الآن، إذا أصيب شخص بهذا المرض هل هو ميت لا محالة؟ نعم، هذا السؤال جيد، يعني كلش مهم للمشاهدين. أولاً الإنسان العادي إذا أنصاب لا تظهر عليه أي أعراض مرضية. أما بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض تؤدي إلى نقص المناعة، وخاصة مع خلال جائحة كورونا، حيث نعلم بأنه جائحة كورونا قد تسبب انهيار في الجهاز المناعي، وخاصة للأشخاص المصابين بالأمراض مثلاً داء السكري ولديهم مناعة ناقصة أو معتلة. وبالإضافة إلى البروتوكولات المستعملة لعلاج الكوفيد 19، هذه البروتوكولات تتضمن أدوية الكورتيزون، فالاستعمال المفرط والمطول وبقاء هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة في ردهات العناية المركزة هي هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور الفطر الأسود والتهاباته بعد سنة ونص. جوابا على سؤال حضرتك، الإصابة، لذلك نحن نهيب بجميع زملائنا من الأطباء الانتباه إلى الأعراض الأولية لهذا الفطر الأسود، فيما إذا كانت الإصابة في الصدر أو في الجيوب الأنفية أو في العين، لأنه التشخيص المبكر هناك أمل للشفاء، حيث هناك أدوية مثل أنفوتيرسين تعطى عن طريق الحقن الوريدية ويمكن الشفاء. لكن إذا تثبت المرض الفطر في الأجهزة في الصدر أو في الجيوب الأنفية أو العين، حيث لا يمكن لهذه الأدوية أي تأثير، ونحتاج في هذه الحالة إلى إجراء عمليات قلع للمنطقة المصابة، وهنا تكون مصاحبة ب50% من حالة وفاة. أما إذا وصل إلى الدماغ فتكون الحالة 100% حالة وفيات. طيب، ماذا على المواطنين أن يفعلوا ليتجنبوا الإصابة بهذا المرض؟ يعني الصحة، لنقل المعلومات الصحية لدى المواطنين، ما الذي يجب أن يتوفر لديهم؟ ومن يشترك؟ يعني حضرتك ذكرت قبل قليل بأنه زملائنا في الصحة، من يجب أن يشترك مع يعني الصحة في توعية المواطنين، أو يعني عدم وصول هذا المرض أو انتشاره بشكل كبير في العراق؟ نعم، أولاً تقوية الجهاز المناعي على جميع المواطنين الانتباه إلى هذه النقطة، وخاصة زيادة مستويات فيتامين دي، لأنه فيتامين دي له علاقة قوية بزيادة المناعة لمجابهة جائحة كورونا. والثاني على وزارة الصحة توعية المواطنين، بالإضافة إلى توجيه إلى الأطباء بعدم الاستعمال المفرط للكورتيزون في الحالات، لأنه استعماله محدود وبكميات وجرع لفترة محددة. وهناك خطأ آخر شائع في العراق، وهي معالجة حالات كورونا خارج نطاق المستشفيات من قبل غير الأطباء، من قبل ذوي المهن الطبية الذين ليس لديهم دراية كافية بما يسببه الكورتيزون. فلذلك استعمال الكورتيزون في داخل المستشفى وخارج المستشفى وحتى بعد الشفاء قد تؤدي إلى هذه المضاعفات، خاصة إذا كانوا الأشخاص مصابين بداء السكري. نعم، الدكتور هشام بايزيد أخصائي الأمراض الميكروبية والمناعية، شكرا جزيلا انضمامك إلينا. تروح المشاريع لمحافظات معينة ولأشخاص معينين لغرض الكسب السياسي. صندوق الأعمار يكيل الكيل بمكيالين، عمليات بيع وشراء، عمليات خدمة لصالح جهة على حساب جهة. مناطق حقيقة تقحم في صندوق الإعمار وهي غير مشمولة. الخطط التي توضع في خاصة البنى التحتية توضع على مزاج السياسيين الموجودين. الفلوجة من هنا البداية. أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي أن استغلال أموال الدولة تتصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية وتصاعدت أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يتم بإشراف مسؤولين تابعين لأحزاب متنفذة عبر تنشيط مشروعات في بعض المناطق وتقديم خدمات عاجلة للسكان. الخالدي أضاف إن الصراع على المناصب الذي حدث خلال الفترة الماضية
جاء من أجل استغلال تلك المواقع في الترويج الانتخابي، إذ أن الأشخاص الذين يمتلكون سلطة ونفوذا أو وجاهة قبل الانتخابات تكون حظوظهم بالفوز أكبر، وهذا ما يجعل التنافس على المواقع الحكومية والأموال العامة يشتد بشكل كبير وكأنها غنائم. بدورهم أكد خبراء اقتصاديون أن ضبط الحملات الانتخابية للمرشحين يجب أن يكون عبر تحديد مبلغ معين لكل حملة انتخابية، على أن تقدم الأحزاب والشخصيات بيانات واضحة بشأن طبيعة المصروفات مع أدلة تثبت حقيقة هذا الإنفاق، مع إجراءات تقوم بها المفوضية للتحقق من ذلك. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن المناصب العليا وبسبب التقاسم الحاصل بين الكتل السياسية أصبحت هدفاً لكل الأحزاب مع قرب موعد الانتخابات، لما توفره تلك المناصب من قوة معنوية ومادية في مواجهة الخصوم وضربهم أو إقصائهم وغير ذلك، لافتين إلى ضرورة فتح هذا الملف بشكل كامل من قبل الأحزاب والكتل والمفوضية ومن قبل جميع المعنيين بالعملية الانتخابية. وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد بيّنت أن عدم صرف التعويضات وتأمين متطلبات عودة النازحين الطوعية وإعادة إعمار المناطق المدمرة وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية قد تكون أبرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا. حذرت المفوضية من زيادة معاناة النازحين في المخيمات في الأجواء الحارة في الصيف واستمرار بقائهم الذي سيؤدي إلى زيادة معاناتهم، وخصوصا في هذه الأجواء الحارة والظروف الصحية من انتشار جائحة كورونا، والتي نأمل كما تقول من وزارة الصحة أن تطلق حملة للتلقيح في كافة المخيمات. من جانبه أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم إلغاء إجازات مشاريع الشركات المتلكئة في الإنجاز بنسبة 35% فما دون، معتبرا أن هذا القرار جريء جدا في الحد من عمليات الفساد وفي هدر الأموال العامة في المشاريع. أصبح أمرا باتا إلغاء هذه الإجازات المتلكئة، خاصة يعني من تلك التي تتمتع بنسبة 35% فما دون من إنجاز المشاريع. هناك يعني جو عام في الاستثمار تذهب فيه الشركات إلى الاستحواذ على بعض المشاريع دون أن تستطيع إكمالها. هذا النوع من العمل وضعت له هذه الحكومة حدا في أن تستحوذ الشركات على مشاريع مهمة وأساسية للخدمة العامة، سواء كانت سكنية كما تشير أو أي مشاريع أخرى تلبي حاجات المجتمع، وتظهر العجز عن إكمال هذه المشاريع. ما الذي يمكن أن نفعله؟ يعني انتظار سنوات طويلة تندثر فيها الأشياء دون أن يكون هناك قدرة على إكمال المشاريع. أعتقد هذا القرار قرار جريء وقرار مهم في أن يوضع حد لمثل هذه الشركات، أما أن تكون الشركة قادرة على إنجاز المشاريع التي تستثمر فيها وتقدم وتخوض فيها والدولة تخسر أموالا، أو أن تترك هذه المشاريع. بدورها دعت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق الجهات المعنية سواء الحكومية أو المنظمات الأممية إلى مواصلة جهودها في إعادة تأهيل البنى التحتية بمناطق عودة النازحين وتوفير الخدمات وخلق أجواء ملائمة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق. وقالت فائق إنه رغم الصعوبات المهمة وكثرة العقبات التي تحول دونها إلا أن هدف عودة النازحين قد تحقق بمساعدة الجميع. يأتي تصريح الوزيرة في الوقت الذي يمنع فيه سكان عدد من المناطق في نينوى وجنوب صلاح الدين وبغداد وجنوب بغداد وصلاح الدين وديالى من العودة إلى مناطقهم. ينضم إلينا عضو تحالف عزم السيد عصام القرغولي. سيد عصام مرحبا بك. الحديث عن عودة النازحين كما قالت الوزيرة قبل قليل في هذا الخبر، وبعض من يصف عودتهم بأنها عودة إجبارية وليست طوعية، من ناحية أخرى هناك صندوق إعادة إعمار المناطق المدمرة لم يتحرك ولم يهيئ الأرضية لهؤلاء النازحين، أين هم الآن؟
لا يستطيعون العودة إلى المخيمات ولا يستطيعون أن يجدوا دورهم المهدمة ليسكنوا فيها. نعم، نشكر قناة الفلوجة على حسن الاستضافة ودعم المناطق المحررة. أهلا بك. ومتابعتها المناطق المحررة. بخصوص صندوق الأعمار، صندوق الأعمار لم تشهد المناطق المحررة أي أعمار. نعم. مثل مناطق اليوسفية أو المحمودية لم تشهد أي أعمار، يعني أكو مناطق عندنا تعاني من أبسط الخدمات، يعني طرق، بيوت مهدمة، لا تزال لحد الآن بيوت مهدمة، كهرباء، قطاع في التيار الكهربائي مستمر. نعم. ومناطق زراعية بقياس المناطق لأن اليوسفية مناطق سلة بغداد، يعتبرونها سلة بغداد اليوم. طيب، هذه المناطق التي تتحدث عنها سيد عصام لم تشهد أي إعمار، بينما شهدت مناطق أخرى لا تحتاج إلى الإعمار، صرفت فيها هذه النقود. لماذا يعني هناك مناطق مستهدفة بالإعمار؟ تشهد مناطق أخرى إعمار لأن يوجد أحزاب سياسية متنفذة تستغل مناصبها في مناطق أخرى في مناطق أخرى، ومناطقنا لم تشهد أي إعمار بتاتا، أي إعمار. نعم. لحد الآن. نعم. طيب، صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يجب أن يكون لكل المناطق المتضررة، هل وجدتم صعوبة في تغيير مسؤولي هذا الصندوق، الحديث مع رئاسة الوزراء، الحديث مع رئاسة البرلمان؟ يعني يجب أن يكون الصندوق شامل لكل من يعني تعرض لضرر. نعم، احنا اليوم لازم نتكاتف في اعمار المناطق المحررة من 2016 دخلت في ضمن صندوق الاعمار، ولحد الان لم تشهد اي اعمار. نعم. بينما في مناطق اخرى شهدت اعمار على مستوى جيد جدا، يعني بس مناطق لم تشهد اي اعمار، ومناطق شهدت اعمار جيد جدا، بس احنا اليوم مناطقنا لم تشهد. يعني احنا نقيس اليوم اكو مناطق عندنا اليوم لحد الان احنا بال 2021 مناطق يعني ترابيه لا يوجد بها تبليط، مناطق اليوم ما بها مي، ابسط الخدمات هو المي، ما موجود، يعانون من عدها. يعني هسه اليوم اكو عندنا منطقه يسمونها الشهداء في اليوسفيه، القصر الاوسط تابع على القصر الاوسط، الشهداء بها 300 عائله لم يوجد عندهم ماء. نعم. لا يوجد ماء، ابسط الخدمات ماء ماكو. عندنا الضباط اليوم يسمونها الضباط، منطقه اسمها الضباط، 500 عائله ما عندهم ماء، لا ماء شرب ولا ماء صالح. نعم، وضحت الفكره. اي ماء ما موجود عندهم. الكهرباء دعنا من الكهرباء. تحالف عزم، شكرا جزيلا لك. أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الإحسان الهنداوي أن هناك وجبات أخرى وأكبر في استبعاد مرشحين من الانتخابات بسبب عدم أهليتهم وفق القانون وقانون الانتخابات بالتحديد. وأضاف الهنداوي أن عدد الفريق الأممي المراقب للانتخابات المبكرة المقررة في 10 من تشرين الأول المقبل سيكون كبيراً، منتقدا التشكيك في الانتخابات، قائلا إن ذلك يدخل في المزايدات والدعايات، ومشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بتأمين العملية الانتخابية من أي خرق. إلى ذلك، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يمكن لمدرائها ممارسة التزوير بسبب الضغوط والتهديد، مشيرة إلى أن التصريحات بهذا الشأن هي رأي شخصي لا يمثل الواقع. وأضافت مساعدة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة أنه في الوقت الذي تستنفر فيه المفوضية كافة جهودها وطاقاتها لإنجاح عملية الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد، وبدلا من أن نتلقى المؤازرة والدعم، تخرج مثل هذه التصريحات المحبطة،
وتابعت نبراس أن المفوضية تواجه صعوبات كثيرة ولكنها مصرة على الاستمرار بالعمل وتواصل خطواتها وتحضيراتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. في صلاح الدين أيضا، حيث القلق يساور الشارع هناك على خلفية إقالة عدد من المدراء كان آخرهم قائم مقام قضاء الشرقاط، ومخاوف من أن تكون هذه الإقالة هي بداية صراع انتخابي قد تطال الكثير من المدراء ورؤساء الوحدات الإدارية، وتعيين شخصيات قد تكون مقربة من متنفذين وتابعين إلى جهات حزبية. مع أن السباق الانتخابي حق مشروع لكل المرشحين، إلا أن الوضع في صلاح الدين يسير بخطوات لافتة للنظر، فقد بدأ كثير من المسؤولين باستغلال مناصبهم، إذ أجروا تغييرات برؤساء الوحدات الإدارية وتنصيب التابعين لهم وتجيير عمل المؤسسات الحكومية لهم كدعاية انتخابية، ومثل هذه الخطوات ستكون لها تأثير سلبي على نزاهة وشفافية الانتخابات. الصراعات هاي الانتخابية مستمرة، كل فترة انتخابات مجلس نواب تبدي الأحزاب بينات الأحزاب المتنفذة والمتنفذين بتغيير وتحويل مدراء الدوائر الخدمية ومدراء الدوائر اللي تابعة للمركز. طبعا احنا نتمنى انه تكون هاي التغييرات هي بصالح المواطن، لان هو المواطن يعني هو الوحيد اللي يعاني، يعني الأحزاب المتنفذة والشخصيات المتنفذة ما عندها أي مشكلة، مجرد إرضاء شخصياتها أو إرضاء الحزبها فيقومون بهذا التغيير. فإحنا نترجى واللي نتمناه أن يكون هذا التغيير لصالح المواطن في المحافظة. مواطنون بيّنوا وأكدوا أنهم مع التغيير أن كان يصب في المصلحة العامة وتغيير الفاسدين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي، لا أن يكون التغيير على حساب الإدلاء بالأصوات وعامل ضغط على الناخبين، وأن تكون هذه الشخصيات مستقلة ولا تنتمي إلى أي جهة حزبية. نرحب بكل تغيير يخدم المحافظة ويخدم قضائنا، وأن لا يكون على مساس بالعملية الانتخابية أو متحزب إلى فئة معينة، وإذا كان متحزب إلى فئة معينة ما راح نحصل منه أي شيء، وأن يكون رجل مستقل صاحب كفاءة وصاحب شهادة من ضمن اختصاصه في المنصب الذي يوضع فيه. إنما يجري في محافظة صلاح الدين من استغلال للمناصب واستخدام المال السياسي والسلطة والنفوذ مؤشرات واضحة المعالم على إن انتخابات تشرين الأول القادم لن تكون أفضل حال عن انتخابات 2018. لقناة الفلوجة، عبد المنعم الويسي، صلاح الدين. ختامها مع المسبيل التي رسمت حدود العراق الحديث وأسهمت في فرض فيصل الأول ملكا عليه. مسبيل المدفونة في بغداد غيب النسيان قبرها، وجيل العراق الجديد لا يعرفها. في أطراف بغداد هنا ترقد من وصفت بأم العراق الحديث، المسبيل، منسية كما نسي العراقيون إنجازاتها واختلفوا حول نواياها خلف هذه الإنجازات. وبعد نحو قرن على وفاتها لم يبقى للمسبيل سوى شاهد يحرسه الحاج علي منصور، ورث المهمة هذه عن والد زوجته الذي كلفه البريطانيون فيها قبل أكثر من 60 عاما. يجون أكول يجون ما جايبين ورد وياهم، مو شرط أكول جيبون، بس احنا نشيله منها، لأن تعرف الشمس وتراب. إضافة إلى نشاطها السياسي والاستخباراتي، كان للمسبيل دور مهم لعلم الآثار في العراق، إذ أسست المتحف العراقي الذي افتتح بعد شهر واحد من وفاتها. شخصية مسبيل ودورها القيادي والرائد في علم الآثار بالعراق كبير جدا، وأكبر دليل على ذلك هو وجود اسمها على رأس قائمة أسماء السادة رؤساء الهيئة العامة للآثار والتراث، تجد رقم واحد موجود اسم مسبيل. حدود العراق الحالية خطتها يد المسبيل، وأسهمت في فرض فيصل الأول ملكا على العراق بعد أن نجحت في حصد تأييد عشائري له خلال مؤتمر القاهرة عام 1921. ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها.
الفطر الأسود يمتد شمالاً، أول وفاة بالسليمانية والأنبار تنفي ظهوره، والحكومة تخير الموظفين إما الفحص أو اللقاح. استنزاف صندوق الإعمار يعرقل عودة النازحين، وأوساط سياسية تؤشر تصاعداً باستغلال أموال الدولة انتخابياً. أبواب الاستبعاد من الانتخابات تفتح ثانية، وتأكيدات على خروج وجبات كبيرة من المرشحين قريبا. الفلوجة تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله.